شريك له في ملكه ولا شفيع له في صفاته. لا يدخل احدكم الجنه بعمله. قال ولا انت يا رسول الله. قال ولا انت ان يتغمد في النار برحمته. ليس عندنا وصاف سعاده الله، وليس عندنا محسوبيه، وليس عندنا دفعيه، لا منك ولا من غيرك. بل ان اديانا يقول لمن كان كبيره، لمن كان يناديها في بطن ابيها، يا فاطمه بنت محمد، اهناك اقرب من ذلك سعاده الله؟ يا فاطمه بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفيه عمه رسول الله اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يهدي الناس باعمالهم وتاتون انتم باحسابكم. ثم تلا فاذا نفخ في الصور فلا حساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. اتدرك الفرق سعاده الله؟ نبي صادق لا يملك لابنته ولا لذويه شيئا. وكان لكم نصوصا قال عنهم المسيح عليه السلام قتلت الانبياء الكذابون الاغلاقون اكلت الربا الذين يعشرون النعنع والشرك والكمون الذين يهلون ما حرم الله ويحرمون ما احرم الله. إن أعطوا له وإن لم يعطوا إذاهم يسخطون. سعادة الطامة لقد نزل القرآن الكريم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وكان عند رسول الله ساعتها سيدنا علي بن حاتم وكان قريب عهد بالنصرانيه. فقال يا رسول الله ما عبدناه ما عبدناه. قال يا علي الم نريد ما حرم الله؟ قال بلى. قال الم نحرم ما احل الله؟ قال بلى. قال الم تطيعوهم سرت كلام ربنا وشيك وراء؟ قال ما؟ قال فتلك عبادتكم اياهم. لعلك تدرك من هذا البيان النبوي الشافي ماذا تعمل عباده؟ ان الطاعه مع الخضوع لما يخالف شرع الله اشراك بالله. عباده بغير الله سواء كانت طاعه لشخص او لمعنى او حتى لهوى نفس او لوسوسه الشيطان. وهذا واقع 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 يدعوك محمد صلى الله عليه وسلم وعقبه الموت. ممن هم معك او ليسوا معك الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. لا نشرك مع الله ولا نشرك بالله. الشرك مع الله ايمانا بالله وبغيره. وهذا كثير. انا معتمد على الله عليه. ما ينفعش ما ينفعش. الاعتماد على الله واحد. الاسباب الايمانيه يا مولانا لا بد من فاصل. اعتمد على الله ثم عليك. ثم عليك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لا أجد طبيبا إلا وهو يخلص يخلص في بذل الجهد ليشفى غيره. هل شفي كل المرضى على أي أمر من الله؟ يلعب يحكم لكن صدقت بعضها خلاص. الله لا
تنقض ومشيئته لا ترد. ليس إلا ربنا وخالقنا ومدبر أمرنا ومعقولنا بحق ما شاء كان وما لم يشأ أن يكن. ما يرفع الله للناس الرحمة فلا مرسل لها وما يرسل فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. كل المشركين لله مروا بهذه الخطوة. فإذا استمروا على الشرك مع الله ينسون الله ويذكرون الخلق. يقول أقول لماذا خلق النبي من دوني؟ أتشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أتشركون بالذي لا يستطيع نصر نفسه ولا دفع الأذى عن ذلك؟ أن نعبده لكنه التدبر إشراك مع الله يؤدي إلى الإشراك بالله. فيطرح الله بالكلية وينسى عيادة بالله ولا يكون أمام القلب والفؤاد والعقل إلا هذا الصنم المعبود من دون الله، حجرا أو شجرا أو إنسانا أو شيطانا رجيما. نعوذ بالله من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. تعالوا إلى كلمة من سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما ينفعش. سأدخل وأنت القبر فرارا، نتحط في مرمر، نتحط في عاج، نتحط في رخام، نتحط في رمادة، نتحط في الدبوس لوحدينا يا سعادة الباب، لوحدينا. السلطان والمال السلطان والشهرة والشهوة لا وزن لها،